بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبوات يوم الاثنين من الاسبوع الثاني من الصوم الكبير. من سفر الخروج لموسى النبي بركاته علينا امين. وقال الله لموسى: انا اله ابائك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب. فحول موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله. فقال الرب لموسى: إني نظرا نظرت إلى مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من قبل مسخريهم، وعلمت بتنهدهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين والجرجاشيين واليبوسيين. والآن وذا صراخ بني إسرائيل قد صعد إلي، وإني قد رأيت الضيق الذي يضايقهم به المصريون. فالآن هلما فأبعثك إلى فرعون ملك مصر، فتخرج شعبي بني إسرائيل من أرض مصر. فقال موسى لله: من أنا فأمضي إلى فرعون ملك مصر وأخرج بني إسرائيل من أرض مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه العلامة لك على أني أنا مرسلك. حينما تخرج شعبي من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله: ها أنا ذاهب إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائنا أرسلني إليكم. فإن سألوني ما اسمه فماذا أقول له؟ فقال الله لموسى: أنا هو الكائن. وقال: كذا تقول، كذا ما تقول لبني إسرائيل: الكائن أرسلني إليكم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها آمين. من سفر أشعياء النبي بركاته علينا آمين. في ذلك اليوم ينير الله بمشورة ومجد على الأرض، ليتعالى ويتمجد من يبقى من إسرائيل، ويكون من يبقى في صهيون وبقية أورشليم يدعون أطهارا، وكل من كتب للحياة في أورشليم، لأن الرب يغسل دنس بني إسرائيل وأولاد صهيون، ويمحو الدماء من وسطها بروح القضاء وروح الإحراق. ويكون كل مكان في جبل صهيون وما حوله تظلله سحابة في النهار، وكذلك شبه دخان ونور ونار ملتهبة في الليل، فيكون عليها النهار كله غطاء وخباء ظلا من الحر، وسترا من الليل من السيل والمطر. انشدنا للحبيب بنشيد القرم. كان للحبيب قرم في رابية في موضع خصب، فأحاطه بسياج ورفعته على القصب، وغرست كرما في ثورك، وبنيت برجا في وسطه، وحفرت فيه معصرة، وانتظرت أن يصنع عنبا فأخرج شوكا. والآن يا رجال يهوذا وسكان أورشليم، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع لكرمي ولم أصنعه له؟ لأني رجوت أن يصنع عنبا فأخرج شوكا. فالآن أعلمكم ماذا أفعل بكرمي: أقلع سياجه فيصير للنهب، وأهدم جداره فيكون مدوسا، وأهمل هذا الكرم لا يقضب ولا يفلح، وينبت فيه الشوك مثل السلة، وأوصي السحاب ألا يمطر عليه مطرا، لأن كرم رب الصباؤوت هو بيت إسرائيل، ورجال يهوذا الغرس الجديد المحبوب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآباد كلها آمين.